رسالتنا من خلال هذا المعرض معرض حكاية الصورة، أردنا أن نوصل حكاية الصورة الفلسطينية التي ينقلها الصحفي الفلسطيني للمعاناة الفلسطينية والمعاناة التي يتعرض لها الصحفي الفلسطيني جراء التقاط هذه الصورة ونقل الرواية الفلسطينية. ننقل هنا جوانب من معاناة الصحفي الفلسطيني الشهيد، الصحفي الفلسطيني الأسير، الصحفي الفلسطيني الجريح، كما ننقل صور من إبداعات هذا الصحفي في نقل الرواية الفلسطينية وإيصال المظلومية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال. وتبقى الرسالة الأساسية في هذا اليوم، اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، هي رسالة الواجب الذي يجب أن تقوم به المؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير، التي للأسف حتى اللحظة واضح أنها تتعامل بمنطق العجز، منطق التواطؤ نتيجة السكوت والرضا بكل ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم ضد الصحفيين الفلسطينيين. المعرض اليوم يعرض صور الاحتكاكات من العضو الصهيوني على قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وأيضا صور من الرسامين الفنانين في قطاع غزة، وأيضا عرض لأول مرة لفيلمين باسكال، وأيضا فيلم اسمه ماتكيلاو، قصة مناضلة من شعب ماليزيا ضد احتلال بريطانيا قبل استقلالها في سنة 1957.